الاقتصادية من تلفزيون الأجواء، أهلا بكم مشاهدينا. وبداية، فندت الشركة الوطنية سوناتراك الأخبار المغلوطة والملفقة والمفبركة نشرتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو، مؤكدة سلامة جميع الوحدات الإنتاجية والمواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية وعدم وجود أي خطر قد يهدد سلامتهم. وقالت سوناتراك في بيان لها نشرته يوم الأحد على صفحتها في الفيسبوك، نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا أقول مغلوطا بخصوص نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو، وتم تداوله على نطاق واسع دون تأكد من صحة الخبر. الجزائر تشارك ما لا يقل عن 40 مؤسسة مصغرة تنشط في مجالات السياحة والصناعة التقليدية في الطباعة الثانية لصالون السياحة والصناعات التقليدية والمنتجات المحلية الذي دشنت يوم الأحد على مستوى حديقة التجارب بالحامة بالعاصمة. وقد بادر بتنظيم صالون كل من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقولاتية مع مديرية السياحة لولاية الجزائر، وأشرف على تدشينه كل من مدير ديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة تماني فرشيشي، والوالي المنتدب لحسين داي يوسف بغريش، ومدير السياحة لولاية الجزائر مقداد ثابت، والمدير العام لوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاولاتية محمد شريف بوزيان. أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان يوم أمس أن الجزائر تعمل على تحقيق انتقال طاقوي آمن وسلس يكون مبنيا على مبادئ النجاعة الاقتصادية وتنوع المصادر. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته الكونفدرالية الجزائرية للأرباب العمل المواطنين بالجزائر العاصمة، خصص لعرض دراسة أعدتها هذه المنظمة حول قضايا الطاقة ورهاناتها في الألفية الثالثة وتحديات الأمن الطاقوي الجزائرية. وأكد الوزير في هذا السياق بأن الانتقال الطاقوي المشهود هو تحول هيكلي وممتد فيما بين القطاعات نحو مزيج مرن من الطاقة يكون ذو تماسك منظومي وموثوقية هيكلية ومقبولية اجتماعية ونجاعة اقتصادية وذو قيمة جديدة مضافة عالية ومستدامة. نظم مساء أمس حفلاً لتسليم جوائز الطبعة 19 بالجزائر العاصمة بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية يونس ولد موسى ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق علاوة على رؤساء ومؤسسات ومسؤولين من مختلف الهيئات. وأشار المدير العام لتوسيالي الجزائر عقب الحفل إلى أن الشركة التي يديرها تطمح إلى بلوغ حجم صادرات ب 1.4 مليون طن خلال سنة 2022 برقم أعمال بمبلغ 1.2 مليار دولار من الصادرات، مضيفا أن شعار توسيالي بالجزائر هو التدويل والاستثمار والديمومة من أجل رفع الصادرات وتحقيق الاندماج. وإلى هنا مشاهدينا نختم نشرتنا الاقتصادية، دمتم في رعاية الله وحفظه، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.